لو الحكاية فيها إن فيتو. والله العظيم احنا لينا 4 شهور على الحال ده. يعني البيت يعني بصراحة ما بقولكش يعني بصراحة يعني ما يعني تعبنا وعيالنا بنلاقي كتير مرة في الشارع. يعني أرجوكم ساعدوني يا أخوانا. كل ما يجيبوا جماعة في البيت يعني يا دوب يقضوا 5 دقائق ولا 10 دقائق ياخذوا بعضهم يمشوا، يا يطلبونا على الفلوس، علموا مواسير علمنا، يا يجيبوا مواسير وبرضه كذاك عليك نفس الوقت، يا فحار ضرب، اعمل حاجة اعملوا 10 دقائق واخذ بعضهم مشى. يعني تعبنا أرجوكم يعني كلام ده يوصل لست المحاور لما يا عم يدينا شقق ياخذوا البيوت بتاعتهم دينا يا عم. تعبنا صراحة أنا وعيالنا يعني جابونا المرض وجابونا يعني تعبنا بصراحة. معلش أقول لك أعطيك المية معلش أقول لك يا عم. تعبنا خالص، تعبنا شوف منظر المية ده كلام ده كل يوم ننزح كل يوم الصبح وبالليل تنزح البيت يمكن وراها حتى 100 جردة المية زي كده. وتعبنا والمسؤولين جوها ما فيش حاجة جوها من الصبح ومشوا نفس النظام كل يوم يجي من الصبح ومشوا لما حاجتهم ومشوا. شوف المية منظر المية بص بالجردل هو بالعبي بالجرادل وكده بالجرادل هو اللي جاب البلاوي دي كلها من ظل حوالي 6 بيوت ولا 7 بيوت جنبينا. يعني ما بقولكيش يا ابله يعني الشكوى دي عاوزه تروح للمحافظ يا ابله يا اما يدونا بيوت يا اما يرقوا لحالتنا بس احنا عايزين احنا خدنا هنا نبقى والله في بيت ثاني جنبنا بس ايه مية 5 بيوت متبرد يما قول يا حسن قول يا ابله والله يا قلت والله يا قلت فيك.